السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم نتلاقاو باش نديروا واحد الدوره في المحل ديال اكسيون وكذلك في واحد المحل ديال الاطفال اوركسترا. الى كان هذا الفيديو هذا يهمكم خليكم معايا. هنايا كما كتلاحظوا كاين حاطين هاد اللعب في دارينهم في لونطري ديال المحل ديال اكسيون، يعني كما موالفين في المحل كيحطوا يعني الحوايج اللي دارينهم جداد او كذلك يعني كيكونوا فيهم دي برومو. هنايا حاطين هاد لي بيستولي مع الغوشارج ديالهم، والاثمنه يعني جد مناسبه بالنسبه للحجم ديال البيستولي. وكذلك حاطين هاد لي فيلم باش تغلفوا لي كارت مع لاباراي ديالهم. وهنايا كاينين هاد لي بومب ديال لا بانتور باش كاين في الدوري وكاين في الارجونتي، والثمن ديالهم حتى هو جد مناسب. وكاينين عاود واحد لا بانتور اللي فيها دي بايات. وهنايا عندنا هاد لو روشارج اللي فيه يعني عده ديال لي روشارج، كيدير 7 اورو و97 سنتيم. وهنا كاين هاد لي طغاوص ديال لي ماتلا، بالنسبه للكاليتي ديالهم يعني ما غاديش تكون واحد الكاليتي اللي هي مزيانه، ولكن بالنسبه للثمن ارخص ومزيانين. وهنا كذلك حاطين هاد لي بونطالون ديال الرياضه، صراحه زوينين. انا ما شريتوش حيت كنت شريت ديجا من واحد الماكازان قبل، وكاينين فيه لي طاي حتى الاكس ال. هنا بالنسبه لهاد لي دغا تاع الماطلا يعني كاين فيهم لي طاي ديال اون بيرسون، وكاين عاود ديال دو بيرسون حتى ل 180 في سنتيمتر في العرض. وكذلك هنايا عندنا هاد لي بونطالون ديال الدار بيجامات اللي زوينين بزاف، انا خديت منهم والثمن ديالهم كما كتلاحظوا يعني رخاص بزاف. وكاين حتى دي سويت هاد لي فيست بولير 8 اورو كيديروا. وكاين هاد التريكويات يعني مقطنين زوينين ورطبين 5 اورو و98. وكما هنايا يعني قلت لكم في الدخله حاطين جميع ما هو جديد. كاينين هاد لي كيت ديال الماكياج، كاين لي موسا غازي تاع الرجال، كاين الملابس الداخليه، لي بارفان، وكاين ابري غازاج. يعني حطوا مسائل عديده هاد السيمانه في اكسيون. بالنسبه لهاد لي بونتوف انا كان سبق لي وخذت من عندهم العام اللي داز، ولكن ما عجبونيش بزاف. وهنايا كاين هاد المنظم اللي هكا باش تحطوا فيه الجدول ديالكم شنو كديروا في السيمانه، الثمن ديالو 1.59 اورو. وكاينين كذلك هاد المنظمات الكبار ديال 2020 حتى هما كبار، باقي ما خديتش منهم، مره اخرى عاد ناخذ. يمكن فيهم حتى العائله كامله كتكون يعني هكا منظمه العائله كامل. مش هكا نديرو فيهم مسائل ديالنا ديال السيمانه او ديال الشهر، نكتبو فيهم كذلك الموعد اللي عندنا. وهنايا كاين هاد لي كلاسور او المنظمات ديال الاوراق اللي زعما زينين وكينفعوا، كنديروا فيهم الاوراق ديال الضو ديال الماء باش ما يبقاوش نلقاوهم في الماء، من بغيوهم نلقاوهم في واحد المكان محدد بلا ما نبقاو نقلبوا هكا، عارفين يعني مع الورق دائما تالفين. وكاين هذا المنظم ديال المكتب حتى هو ب 3 اورو. وهنايا بالنسبه لهاد لي بواط ديال الكوزينه اللي صراحه يعني زوينين بزاف، هكا عندهم اليد وعندهم كذلك المغطيات ديالهم، كيديروا 2 اورو و18. يمكننا يعني نستعملوهم في تنظيم البلاكارات ديالنا، يعني نديرو فيهم الدقيق او السميده الرقيقه الغليظه، كينفعونا مزيان. وكاين هاد المنظمات كذلك اللي طوال وفيهم عده احجام، هكا باش نديرو المنظم اللي كيكون كبير في الوراء ونديرو المنظم الصغير يعني في الاول باش نشوفوا شنو عندنا، خصوصا انهم ترونسبارون كيبينوا لنا شنو يعني المحتوى ديالهم. وهنايا كاين هاد لي بواط ديال الماكله لي بوكس لانش، كيديروا 1 اورو و82، معاهم هذيك معلقه وفرشيطه، وزينين يعني هكا الاطفال في الخروج المدرسي او حتى الخدمه بالنسبه للناس اللي خدامين.
كذلك كاينين هاد المنظمات ديال الثلاجة اللي زوينين بزاف، كما كتلاحظوا هنايا كاين يعني بزاف ديال المنظمات ديال الثلاجة، عدة أنواع. وهنايا كنوصلوا للجهة ديال الديكوراسيون، وكنظن كاع الناس كتفضل هاد الجهة هذه في أكسيون، لأنه دائما كاين الجديد. كاين هاد اللانترن أو الفانوس باللغة العربية، كنظن سميتهم الفانوس. كما كتلاحظوا كاينين هادو اللي جابوهم جداد زوينين بزاف، خصوصا اللون الابيض يعني زوين بزاف. هادو كانوا ديجا حاطينهم من قبل، يعني ماشي جداد، ولكن حتى هما زوينين. وهنايا كاين هاد لي بلاطو اميغوار اللي صراحه رخاص بزاف، يعني 2 أورو، يعني الثمن ديالهم رخيص جدا. كاين حتى هاد الشميعات هادو زوينين هكا، كيجيو كاينين 4 بيهم. وكذلك حطوا هاد الشمع هذا اللي هو جديد، كاين فيه عدة، يعني كاين فيه 3 ديال الانواع، كاين هاد الغوز، وكاين كذلك الذهبي، وكاين الابيض. الذهبي يعني صراحة الريحة ديالتو ماشي مزيانة بزاف، ما عجبتنيش، يعني قوية. وهنايا عندنا هاد لي طابلو، هذا كيدير 14 أورو ديال الكرة الأرضية. وكاين هادو ديال لي ديامون، تاع لي ديامون كيدير 6 أورو 49. بالنسبة للطابلو ديال لا بلانيت ديال الكرة الأرضية، يعني راهم حطو بزاف ديال المسائل ديال الكرة الأرضية، يمكن بأنه دخول مدرسي عندهم علاقة، ولكن كاين بزاف ديال الديكوراسيون اللي بالكره الارضيه والخريطه كما غادي تلاحظوا معايا، حيت من بعد كذلك كاين في واحد الجهه هذيك الخرائط. وهنايا هاد الجهه ديال لي كوسان، كما كتلاحظوا هاد لي كوسان ا موتيف ديال الورد، يعني هما اللي راهم خرجوا بشده لا مود، كنلقاو حتى في الخطة ديال السدادر كاينين هاد لي موتيف. اما بالنسبة للكنابي، يعني كنقدرو نخلطو بين لي كوسان، نديرو مورد ونديرو يعني سامبل. وهنايا كاين هاد لي زيتاجير اللي كنلصقوهم، ابخي كاينين هادوك الحروف وكنديكوريو بهم، يعني كتجي حتى نلصقوها عاد نلصقو هادوك الحروف من فوقهم. الثمن ديالها 4 أورو. هنايا كاين هاد المرايات، يعني حاطين عدة أشكال ديال المرايات، وفيهم الذهبي وكاين لارجونتي كذلك. وكما كتلاحظوا يعني لارجون، عفوا الذهبي هو اللي راه ولا بشدة لا مود. انا الصراحة ما كنفضلش الذهبي بزاف في الديكوراسيون ديال الدار، كيعجبني لارجونتي. وكاينين هاد الشمع عاود كذلك، هو اللي فيه بحال قطيفة في لي بو ديالو. وهنايا كاين هاد البلاطو هذا اللي فيه 2 ديال لي نيفو، الثمن ديالو 14 أورو 95. وهنايا كما كتلاحظوا كاين هاد المرايات اللي كان سبق لي وريتهم لكم قبيله، وكاين هادوك الكره الارضيه اللي قلت لكم راه ولات بشده لا مود، وكاين هاد ديكوراسيون ديال الخريف.
وهنايا كاين هاد لي بلاطو اللي فيهم المرايا كيديروا 9 أورو 95، الصراحة عجبوني بزاف، وحتى هذا خديت منه. ممكن استعملوه هكا كي بلاطو ديال الاتاي، او كذلك لتقديم الحلويات لي صابلي. صراحة المنظر ديالو زوين بزاف. شنو هو في هاد لي بلاطو ديال اكسيو، يعني ممكن نحطو فيهم، حاولوا ما امكن نحطو فيهم حاجة اللي ما كت باش ما يتوسخوش، لانهم اون فوا كيقيسهم الماء كيتصداو. كان سبق لي وشريت من عندهم دي بلاطو حتى هما، ولكن تصداو لي. وهنايا كما كتلاحظوا في المرايات، يعني كاينين عدة اشكال ديال المرايات، وهاد المرايات ديال ثلاثة يعني حطوا فيهم جوج تاع الالوان الذهبي والارجنتي. وهنايا كان حتى هاد لي بيجاما، هادو زوينين في البرد هكا باش الدراري ما يدخلهمش البرد، مع ماما كو عارفين كيبقاو يحنيو والتريكو كيطلع، ولا هادو يعني كيلبسوهم هكا والبرد ما كيدخلهمش، كيبقاو يعني دافيين وسخان. هاد الموديل هذا فيه نطاي كبيرة، يعني حتى على حساب الدراري ديال 14 عام. وهنايا كما كتلاحظوا معايا صافي، يعني طول المسائل ديال هالوين، كاين الحلوى، كاين دي ماسك، كاين بحال هذا المكياج ديال باش يديروا المكياج ديال دي فامبير دي ديمون. كاين حتى هاد لي طابي هذا، يعني اللي بغا كيديروا حدا الباب. كاين هاد التوال داغيني، كذلك كاين هاد الرتيلة هادي او العنكبوت كما كتلاحظوا معايا، يعني كبيرة مع راسها. كاين هاد الاضاءة ديال لي تيت دو مور. وهنا وهنايا كاين هاد لي بريباراسيون، يعني اللي ديجا موجودين ديال لي غاتو. هنا كاين هاد لي مادلين، كذلك كاين البريباراسيون ديال لي كوكيز، ديال لي غاتو شوكولا، غاتو على فاني، غاتو بالحامض. صراحة انا هادو جاب ما استعملتهم، يعني ما نقدرش نعطيكم الرأي ديالي فيهم، وما نظنش نهار غادي نستعملهم، يعني كيكونوا عامرين مواد كيميائية. انا اصلا ما كانش يعني شي حاجة الموجودة، كنحاول ما امكن انني نقرا المكونات ديالها، ولكن هادو يعني هكا اللي بغا يستعملهم مرة مرة، ما عرفتش يعني ما نقدرش نعطيكم الرأي ديالي. يعني كاينين حتى لي بريباراسيون ديال لي كريب، بريباراسيون ديال لي غوفر. ما ظنش ان لي كريب او لي غوف غادي ياخذونا واحد الوقت اللي كتير باش عاد نشريو لي بريباراسيون موجودين، يعني كنحضروهم في 10 ديال الدقائق،
يعني ما فيها غادي نطيبوهم، يعني الوقت اللي غادي نمشيو نطيبوهم، يعني نحضروا حاجة في المنزل اللي تكون طبيعية وزوينة وصحية للأطفال ديالنا. وهنايا غادي نقومو بجولة في المحل ديال الأوركسترا. كنت دستلو يعني هكا باش خديت بيه غير واحد التريكويات اللي كانوا خاصني، ام حيت كنت ديجا شريت في الدخول المدرسي، وكذلك شريت الملابس حتى من المغرب، يعني هذوك لي سو كيطمات و لي باسكيت والاخر شريتهم من المغرب. هاد لا شوميز هادي كنت ديجا شريتها في الدخول المدرسي وعجبتني بزاف، هذيك لا شوميز الخضراء. صراحة انا هاد المحل هذا يعني كتعجبني الكسوة ديالو، يعني الالوان ولي موديل اللي حاطينهم للدراري الصغار يعني زوينين بزاف، ما لقاوهمش في محل اخر. هنا كما كتلاحظوا معايا يعني كاينين دي موديل اللي زوينين بزاف، وحتى من كتدخلي كتحيري شنو تاخدي. وهنايا كاينين دي بيجاما اللي زوينين كما كتلاحظوا معايا، هذا بينوار. وهنايا هادي كاين هاد البيجاما بلا كابوش، وبالنسبة لي مونطو يعني كاينين عدة أشكال ودي موديل، كاينين يعني هكا اللي مقطنين، كاينين اللي فيهم دو بياس، وحتى الأثمنة ديالهم يعني أثمنة جد مناسبة. إذا كانت عندكم لاكارت ديال لاكارت كلوب ديال هاد المحل كما كتلاحظوا معايا، يعني هذا كان 43، ولا عندك لاكارت غادي نخلصوه 21 أورو. وهذا غادي يولي ب24 أورو بلا كارت. وبالنسبة للكارت يعني اللي بغى يشريها هي كدير 30 أورو العام، ولا خديتو ديال عامين غادي تولي ب50 أورو العامين. ولكن بعض المرات كيحطوهم في انترنت، يعني قلبوا مرة مرة قلبوا في انترنت، كتبوا بروموسيون اوركسترا وغادي تلقاو بان لاكارت غادي تولي لكم غير ب10 أورو العام، في بلاصه ما تكون ب30 أورو، يعني غادي تقتصدوا 20 أورو، لانهم مره مره كيديروا هاد لا بروموسيون. وهاد الموطو هذا كما كتلاحظوا يعني فيه زوج ديال لي موطو، فيه ان جيلي وفيه الموطو، يعني يقدر انه يلبسهم على زوج كما كتلاحظوا معايا، ومي كيكون البرد يعني نديرهم بزوج ويلبسهم، ولا كان الحال غير شويه بارد يلبس غير هذاك اللي تحت حيت انه يعني ما عندوش لي مونش. صافي هنايا كملت من لي ماكازا وليت للدار، بغيت نشارك معاكم الحوايج اللي خديت.
صافي دابا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، وضرب لكم موعد في فيديوهات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.